بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخوتي أخواتي في قناتكم قناة زراعة التكاثر النباتات. هذا اليوم سيكون فيديو مخصص لزراعة أقلام الورد الجوري أو الجمبت. إذن سنقوم بأخذ الأقلام بهذه الطريقة. سنقوم بإزالة الأفرع والأوراق، وسيكون القطع بصورة أفقية، ومن الأعلى سيكون بصورة مائلة. بهذا الشكل من الأعلى بصورة مائلة، ومن الأسفل بصورة أفقية. إذا سنقوم الآن بإزالة اللحاء بهذا الشكل لكي تخرج الجذور بسهولة. والآن سنقوم بوضعها في الماء ونضعها في هرمون التجذير بهذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بحفر التربة لكي لا يزول هرمون التجذير، وبعد ذلك سنقوم بالغلق بهذه الصورة. هنا لدينا تربة مزيجية مع بيتنوس وكومبوست. هنا أيضا سنقوم بنفس العملية. سنضع أيضا الماء والرمان التجذير. ونكون حذرين من الأشواك الموجودة. بعد ذلك سنقوم بالري وبغزارة وقد قمنا بأخذ علبة زجاجية أو بطل زجاجي وقمنا بقصه من هذا المكان بهذه الصورة. وسنقوم بوضع
العلبة فوق الأقلام ونضغطها لكي لا يدخل الهواء ولكي تحتفظ بالحرارة وبالرطوبة. وسنقوم بغلق العلبة كما قلنا لتحافظ على الرطوبة والحرارة، وننتظرها إلى أن تبدأ بإخراج الأوراق والجذور، ونضعها في مكان مشمس لتصلها حرارة الشمس، أشعة الشمس، لكي تنمو الأوراق. وهذه الطريقة نقوم بعملها من الخريف إلى نهاية الشتاء، وهي ناجحة ونضمنها إن شاء الله. هذا كل ما لدينا لهذا اليوم، ونشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسوا وضع اللايك دعم للقناة. نشكركم.